بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم أجمل الترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحيا هلا بكم. كان في عندنا سؤال بالأمس حول النذر. هناك أناس يعني ينذرون إذا حصل لهم كذا أن يفعلوا كذا، إن شفى الله مريضي، إن شوفيت، إن كذا. فهذه أول شيء، حكم النذر ابتداء أنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم نبه لذلك، فقال إنما يؤخذ من البخيل، وهو إلزام للنفس بشيء لم تكن ملزمة به. وهناك نذر اللجاج، يعني إذا أنا بفعل كذا، كل ما فعل مثلا إذا فعل معصية فعليه نذر كذا، إن فعل فهذا نذر اللجاج يخرج منه بكفارة. وهناك نذر الطاعة بشكل عام يجب عليه الإيفاء به إن استطاع، لكن إن لم يستطع فينتظر حتى يكون قادر أو يستطيع. وهناك أناس ينذرون أن يفعل شيء إن حصل له، مثلا إن شفي أو شفى الله مريضه، أن يذبح شاة مثلا في كل عام. فهذا يعني استطاع أنه يذبح كل سنة كل سنة، بعدين أثقل كاهله أو لم يستطع، أو أن ذلك يثقل كاهله، فإن استطاع في تلك السنة أنه يوفي بهذا النذر استطاع، إن لم يستطع فعليه كفارة، عليه كفارة، يعني كفارة اللي هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو اعتق رقبة. فإن لم يستطع ولم يجد فعليه صيام 3 أيام، عليه صيام 3 أيام في السنة اللي هو ما بيقدر يعمل فيها هذا العمل. أم محمد من إربد، السلام عليكم. أم محمد، السلام عليكم. أحكي لك، أنا عم بضل عندي وصوصة كثير، كل إيش بتوصوص. ألو أم محمد، السلام عليكم. يا شيخ، بدي أسألك سؤال. اتفضلي هلا اسألي. شيخ، بضل عندي أنا برمضان، خفة برمضان، وصوصة كثير، يا ترى إنه بجوز رمضان بهالوصوصة هاي؟ ايش الوسوسه يعني؟ كل شيء، الاشياء الخمر بتوسوس فيها، يعني بصير احكي على الواحد وانا بحالي، يعني مش قدام الناس، بحالي يعني بظن بتوسوس. بينك وبين نفسك بتقول فلان ما بيسوى. بين نفسي، كل شيء بين نفسي، بس مش قدام الناس، بيني وبين نفسي يا شيخ. حديث النفس يعني ربنا ما بيحاسب عليه، لكن الافضل يعني الإنسان يكون من داخله وخارجه طيبا. فأنت إذا غلبك هذا الوسواس أنه يعني تكرهين الناس أو يعني بصير أحكي بعقلي يعني عليهم، فاهم عليك والله. فإذا كثر عليك هذا حتى أنت ما تتأذي، حتى أنت ما يتعبك هذا الشيء، وظل مشغل بالك عن الطاعة وعن العبادة وعن الذكر. أيوة مزبوط الشيخ. فأنت قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما وإن كان علاج يا شيخ هذا؟ وإن كان هذا الشخص يعني مضايقك أو ظلمك يوم من الأيام، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، ثم عودي إلى عبادتك وطاعتك. كل إشي بشكك فيه، بقول بجوز الصيام ما بجوزيش، بلعت ريقي ما بلعت. لا صيامك ممتاز، أنت بتصومي إخامة. أم محمد، انت بتصومي معانا من الفجر ولا لا؟ مضبوط يا شيخ. وبتظلي معانا للمغرب؟ صح. انت لما بتصومي عامله ريجيم؟ عامل ريجيم؟ لا بسال يعني. ولا الطبيب حكى لك لا تاكلي ولا تشربي؟ لا بس اذا انت ليش بتصومي؟ انت بتصومي للصيام. انا انت بتصومي ايمانا واحتسابا، لانه ربنا امرنا بالصيام، يعني مضبوط الصيام. فأنت صيامك ممتاز وطيب وبركة ما شاء الله عنه، ربنا يتقبل. طيب شو الشك هذا يا شيخ؟ ما اتعالج له؟ ما في شيوخ مثلا دكتور نفسي شيء يعني؟ الدكتور النفسي هو أم محمد نفسها. أم محمد اللي بتحكي معي هي دكتور نفسي. كيف بتسوي؟ أنت نفسك كيف الدكتور؟
بتقرأي سورة الفاتحة تمام؟ بس تقرأي سورة الفاتحة بعدين بتقرأي آية الكرسي بعدين بتقرأي إيش؟ آخر سورة البقرة آخر آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة تمام؟ بعدين بتقرأي قل هو الله أحد ثلاث مرات تمام؟ معي أنت؟ معك يا شيخ وبعدين المعوذتين تقرأي المعوذتين كل يوم كل يوم بتقرأيهن الصبح وبتقرأيهن المساء أعيد لك إياهن؟ لا لا يا شيخ عرفت والله أيوة وتقولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عشر مرات يا شيخ يعطيك العافية هيك أمورك على مسؤوليتي بروح الوسواس وبتظلي يعني ما شاء الله عنك الحمد لله يعني كل شيء جائز خلي يظل يوسوس من الصبح للمغرب يظل يوسوس وصلاتك صحيحة وصيامك صحيح ولا تنسينا من الدعاء الله يعطيك العافية الله يعطيك الصحة والعافية والبركة يا أم محمد مع السلامة هلا يا أم محمد أبو مالك من عمان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيفك يا دكتور حياك الله دكتور أنا زعلان كثير على رمضان إنه انتهى بسرعة نعم نسأل الله القبول نسأل الله القبول فأنا هيك يعني بقول لا حرام يخلص حرام يخلص الأيام وهاي تسارع الأيام من الله يعني صح يعني هيك أنا بتجاهل في القول على رمضان على رب العالمين أم أني أنا يعني لا هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلسون ستة أشهر بعد رمضان يسألون الله القبول وستة أشهر الأخرى كانوا يسألون الله أن يحييهم لرمضان الذي يلي فأنت تستطيع أن تودع رمضان إن شاء الله بستة أيام من شوال بعد العيد طب أنا بخاف من المرض المفاجئ خاصة من مرض السكر يا سيدي إيش أسوي إيش أعمل شو بتنصحنا يعني كيف بخاف من المرض المفاجئ المرض السكري بخاف انه يطب فيه وهذا ايش احاول كيف اعمل يعني اسال الطبيب اسال الطبيب واعمل فحص تراكمي للسكر ببين قديش شو وضعك بنبهك انه انت عندك قابليه للسكر ولا ما عندك قابليه ببين عندهم بالمختبرات والاطباء ما شاء الله يعني الله يجزاهم الخير بارعون في هذا اكيد فبنبهك انه كثر من الحلو لا تكثرش من الحلو تشرب الشاي عليه سكر اشرب عليه قليل يعني بنبهك بدك تدير بالك وبدأ في كمان في عيادات مختصة بالأطعمة يعني بالغذاء فبنبهوك شو الغذاء كيف توكل كيف تشرب متى الأوقات وشو الأشياء اللي تكثر منها والأشياء اللي تقلل منها وش الأشياء اللي تمنعها كل هذا مفيد إن شاء الله وفي عندنا عيادات يعني موجودة تهتم في أمور التغذية طب دكتور بالنسبة ليوم القيامة هل هو يوم القيامة يوم واحد كيف يعني مدته يوم القيامة اليوم كألف سنة مما تعدون نعم كألف سنة مما تعدون يعني احنا بدنا نتحاسب ألف سنة وبعدين نروح نذهب إلى لا إذا بتكون غني بتقعد ألف سنة إذا بتكون فقير الفقراء بتحاسبوا قبل الأغنياء بنص يوم الحمد لله مش اغنياء احنا فقراء يعني انتم مع النص يوم معانا انت احنا مع النص يوم دكتور والله انك تدعي لي الله يشفيني يا دكتور الله يوفقك ويبعد عنك كل الوساوس ويسر امرك ويفتح عليك ان شاء الله فتوح العارفين شكرا يا سيدي حياكم الله يا سيدي احيانا كثير يعني الاخت ام محمد عم تسال في ناس عنده زود حرص وهذا مطلوب انه الانسان يكون حريص انه هل العبادة هل ربي قبل مني ولا ما قبل مني هل انا مقبول عند الله عز وجل ولا انا يعني رب العالمين يقذف هذا في وجهي يوم القيامة ومش مقبول لصلاتي مش مقبول لزكاتي مش مقبول صيامي كل هذا يحتاج مع العمل دائما يحتاج معه الدعاء إنه ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا لأنه إذا قبل الله عز وجل منك فأنت من أهل الجنة فنسأل الله القبول دائما اسأل الله عز وجل القبول فوزان من الكرك السلام عليكم أخ فوزان مرحب. كيفك يا شيخ يا هلا كل عام وانت بخير وانت بخير وصحة ودات بال كيف حالك يا مرحبا والله شيخ سؤال تفضل يا سيدي في
واحد صار معه حادث. نعم. والآن نذر لوجه الله. نعم. أبدي يسوي طبعاً هو عقائق لابنه. نعم. جاب ثلاثة باحث تصير إنه طلعهم السلام يندرهن طبعاً العقائق والنذر عن حاله. يعني هو مطلوب منه نذر. نعم. حكى إنه إذا الله نجاني من هالحادث. نعم. بدي أذبح ذبيحة. برمضان. بدي أذبح قديش قال؟ يعني سوى الذبائح طبعا عن العقائق ابنه وجاب عن النذر تبعه، هل بصير هذا الحكي؟ الذبيحة شيء اللي هي النذر، وذبيحة العقيقة شيء آخر. واحده واجبه اللي هي النذر يجب الإيفاء به، والعقيقة سنة ولا تجزئ هذه عن هذه. انا كمان عقيقة ابني ونذر انه لو جد انه الله سلم لي. لا يعني النذر شيء لحال والعقيقة شيء لحال، يعني كل واحدة بحالها. شكرا شيخنا، لانه لهم المعلومة بقول هذا كل شيء لحال، العقيقة نعم. لحال. نعم. والنذر لحال. نعم، لانه هذه سنة العقيقة، والنذر واجب علي ان يؤفي به. نعم هو اوفى وجابه وضيوفه، بس وهيك انه انت لا تشرك هاي في هاي. صح، يعني انه هذا العقائق عجال والنذر عجال. ايوه ما في مشكلة. شكرا لك يا شيخ، الله ييسر امرك. حياكم الله يا سيدي واياكم. ام ايمن. ايوه السلام عليكم. ام ايمن من العقبة، السلام عليكم. يا شيخ انا صار معي شغله، نزلت على عمان منه تحت الرئة عندي مو مزبوط. ايش صار معك يا حجة؟ صار عندي تعب كثير في جسمي. صار عندك تعب وين؟ في جسمي، بس اعطوني فحص للرئة، طلعت الرئة عندي تعبانة كثير، صرفوا لي جهاز للرئة بس محط فيه مي مدطر. صرفوا لك ايش للرئة؟ يعني تبخيرة واجهزة؟ لا جهاز الهدف من الكبير، يعني اخذتهم 1650 دينار صاروا لي الاولاد. جهاز اكسجين يعني؟ بحطه من الليل عند ما انام. نعم. ما ضلني الا سحور، بعد السحور بشيله بروح السحر بصلي بعاود بحطه. يعني بتحتاجيه بالنهار؟ لا النهار بس، انه بعد الصلاة انه لما الدنيا ما عاد شو بتكون وعاد شو بدي. طيب هذا الاكسجين عبارة عن غاز؟ مي مقطرة بنحط فيه؟ بنحط فيه شوية قليل مي مقطرة. طيب انت اذا احتج الدكتور حكى لك صومي؟ والله ما كنا قبل رمضان بيجي بصوم، ما اجت بالي انه مثل بعد 19 يوم نزلوا في التلفزيون عنده انه هاي البخاخ الخشب والسم انه بفطر، اجت بعد المي المقطرة. هذا الماء بفطر يا حجة؟ يعني لما تستخدمي. لكن أنا سؤالي الطبيب حكى لك صومي؟ والله يا دكتور من قبل رمضان الشغل صارت معي، حكى لك لا تصومي. ربحت من عمل عليك ما جبت إنه الصيام، بفكر إنه الصيام عاد. يعني الدكتور حكى لك لا تصومي ولا صومي؟ ما جبنا سيرة الصيام من مرة. لا بدك تسألي. طيب الصيام بتعبك ولا ما بتعبك؟ والله هي صمت الحمد لله 19 يوم، عندها في العشرين لما نتذكرت انه فيها مي مقطر. حجة انت اذا بتشوفي حالك تعبانة ما بتقدري على الصيام لا تصومي. والله صمت الحمد لله. يعني اذا نفسك بتعب والرئة عندك يعني فيها مشكلة، فانت خذي علاجك في الوقت المحدد، خذي علاجك وقت ما تحتاجيه. إذا قدرتي مستقبلا تقضي، قدرتي ما قدرتي بتطلعي إطعام مسكين عن كل يوم. الحمد لله ربي ميسر، طلعت عن شهر لما سمعت مثل هيك. هي بس أنا هي صايمة هسه، الحمد لله سكر معي وكل شيء معي الحمد لله، بس أنا شاعرة في شيء يعني. نسأل الله لك الشفاء. الله يرضى عليك ويسلمك. أسأل الله لك الشفاء والقبول. صيامي جائز ولا لا؟ جائز إيش؟ انه الصيام اللي صمت اللي بصومه. الصيام اللي صمتيه ان شاء الله مقبول، لكن اخرجي عنه. لا يعني استخدمت الجهاز؟ هسه صرت هسه جديد بعد ما سمعت مثل هيك من المي، صرت بعد شهور ما احط.
يعني انت استخدمت الجهاز بالنهار بالصيام اللي صمتي؟ لا في النهار ده بس صح. ما انا لما انا بعد السحور بنام بجوز العصر ولا التسعه بعرفش وقت يعني لما اصحى من النوم. اللي بتستخدمي فيه الجهاز هذا بالنهار تعتبري مفطره. ايوه. بما انك صمتيه اخرجي معه، اخرجي مع هذا ربنا يتقبل ان شاء الله. الحمد لله. اطعام مسكين عن كل يوم. الحمد لله. قديش قد اطلع؟ دينار. طلعت والله 30 الحمد لله طلعت. الله يشافيك ويعافيك ويتقبل منك يا حجة. الله يرضى عليك. الله يجزيك كل خير. حياكم الله. أم عبد الله من معان، السلام عليكم. أم عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية يا شيخ. يا هلا. كيف الحال؟ الحمد لله. الله يقويك يا رب، الله يقويك. جميعا إن شاء الله. إذا سمحت بدي عندي سؤالين بدي أسألك. الله يطول عمرك. تفضلي. الله يزيد فضلك شيخ. على سيرة النذر، أنا كنت ناذرة نذر بالزمان إنه كل سنة أذبح خروف. نعم. الله ينعم عليك. فكانت شوي الحمد لله الأمور ومشيت فيها والله. نعم. تقريبا من 10 سنوات من يوم ما إجت اليتيمة عندي شوي الظروف ضاقت علي شوي. نعم. تأخرت والله يا شيخ في النذر. سألت شيخ زي ما تفضلت أنت، حكى لي إطعام 10 مساكين اللي هو كفارة. الكفارة. أنت كنت ناذرة كل سنة ولا خلص لما أعمل الكفارة؟ أنت كنت ناذرة كل سنة؟ كل سنة نعم. السنة اللي ما بتقدري فيها عليك الكفارة. السنة اللي ما أنا والله صار لي تقريبا يعني ما أخفي عليك تقريبا 10 سنوات ما عملت. الآن إحنا بنحكي عن الأيام هذه. نعم. السنة اللي ما بتقدري فيها بتدفعي كفارة عنها. الصيام 3 أيام. صيام 3 أيام. أو إطعام 10 مساكين. وبعدين نعم. المساكينك عندك ومنك وفيك. الله يطول عمرك. والله هيك حكى لي الشيخ الله يبارك. مش عندك في البيت اليتيمة؟ والله الحمد لله ربي شافيها ربي شافيها. آمين آمين يا رب العالمين. ربنا يشافيها وعافيها أكبر نعمة هذه ويعطيك الأجر والثواب إن شاء الله. آمين يا رب. ما تنفقيه عليها هي كفارة. الحمد لله. والله أنا هاي اللي حكى لي الشيخ زي ما تفضلت. والله السؤال الثاني لو سمحت، بالنسبة للشخص لما يروح على العمرة اللي بكتبه يا شيخ على ورقة فلان مكة تشتاق لك وبصورها وهو عند الكعبة، هذا جائز ولا حرام؟ يعني مكة يعني إذا نادى المنادي للإنسان. نعم. يحج. هي من باب الدعاء يعني، بدل ما يكتب له مكة تشتاق لك، الأصل أنه الأصل أنه هو يشتاق لمكة. فاجعل. نعم. أفئدة من الناس تهوي إليه. نعم. يعني مين نعم. لازم يشتاق للثاني؟ واللي يعني هو يكتب وهو داير ظهره يعني الكعبة. يكتب هيك على الورقة، أم عبد الله تشتاق للكعبة. نعم. هيك يكتب. محمد الغول يشتاق للكعبة. نعم. أما الكعبة تشتاق إليك يعني فيها ما فيها. نعم. بعدين يا شيخ في بتصور وهم دايرين ظهرهم عن الكعبة، هذا عادي يتصوروا زي ما بدهم مش مشكلة. لا يجوز أحس إنه هذا الإشي. لا لا ما هو بده يطلع الكعبة وهو مبسوط وبيدعي يعني، وتعرفي هاي فرحة فرحة يعني. الحمد الناس الحمد تفرح الحمد لما بتروح للبيت العتيق وبتكون حوالي الكعبة فبتصور بطريقته يعني. الله يوفقك. هو يفرح. احنا وياكم يا رب. هو من باب انه فرحان يعني. الحمد لله. كل عام وانت بألف خير. وانت بخير وصحة وهدات بال يا رب. الله يطول عمرك يا جميعا ربي. جميعا ولكم مثل ذلك. ام يوسف من الزرقاء، تفضلي يا ام يوسف. يا شيخ يا مرحبا. كيف حالك يا شيخ؟ ان شاء الله منيح. الحمد لله الحمد والشكر. الله يسعدك. والله احنا بنحب نسمع صوتك كل يوم والله. الله يرضى عنك وبارك بعمرك. احبك ان شاء الله. ايوه ادعي لنا ادعي لنا يا شيخ. الله يسعدك. الله يا رب يبارك بعمرك يبارك في مالك. الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا رب يا سيد الشيخ يا رب. وفرح قلبك في اهلك جميعا يا رب. الله يسعدك ويطول عمرك ويبارك بعمرك يا رب. يخليك يا رب ان شاء الله. انت وجميع المشاهدين. الله يسعدك شيخ. بدي أسألك سؤالين الله يطول عمرك يا ربي. تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، امبارح كنت أصلي وبنتي عمرها سنة صغيرة يعني ما شاء الله ما شاء الله حركة، بتدب الأشياء بتلعب يعني بتدب حالها كثير بتوقع. فأنا كنت أصلي وكانت بنتي يعني زي بخطر الهواي. نعم. كانت يعني بالي وخفت لا سمح الله يصير فيها إشي. فشو صرت أحكي؟ صرت أحكي الله أكبر بصوت عالي وأقرأ القرآن. لا يعني لا. عشان يجوا ياخذوها من عندي لما تكون يا شيخ يعني. لما تكون في خطر اقطعي الصلاة وروحي أنقذيها من الخطر وارجعي انوي من جديد.
أيوة نعم. الله يسعدك يا أما بتصيري إذا نافلة، إذا بتصلي نافلة. لا والله يا سيدي الشيخ صلاة يعني العشاء أول شيء الفرض. العشاء إذا في خطر كثير على الأطفال بنقطع الصلاة ثم نعيد. إذا نافلة تحمليها معك، يعني لو حملتيها وصليتي لما تركع وتسجدي حطيها على جنب وردي احمليها مرة ثانية، ما في مشكلة. الله يسعدك يا ربي. طب شيخ سيدي الشيخ السؤال الثاني، الله يسعدك يا ربي، تفضل. هسه إذا صليت يعني مكان غير قبلة، يعني إني مش عارف أنا القبلة أو إني نسيت القبلة وين صليت، عادي جائز صلاتي يا شيخ؟ إذا ما بيعرف الإنسان وين القبلة يجتهد، يجتهد وين القبلة، يحاول يجتهد وين هي. أنا عارفة، أنا كنت عارفة يا شيخ القبلة ونسيت وصليت، يعني من كثر ما أنا خايفة إنه تروح علي الصلاة وخفت يروح الوقت. إذا كنت في إذا كان الإنسان في مكان مش عارف وين القبلة فعليه أن يجتهد وين هي، فإذا اجتهد وصلى وتبين له أنه صلى غير اتجاه القبلة فصلاته صحيحة. أما إذا لم يجتهد بس مدها السجاد وقال خلص هيك القبلة بدون اجتهاد وتبين له أنه صلاته في غير اتجاه القبلة فعليه أن يعيد. يعني شو الفرق؟ أنا صليتها أعيدها أنت، يعني أعيدها أنت شوي شوي علينا. هلأ فهمت علي؟ إذا اجتهدتي يعني حاولتي تعرف وين القبلة وبعدين صليتي صلاتك صحيحة، لكن إذا ما اجتهدتي وين القبلة وصليتي فتبين إنها مش باتجاه القبلة عليك الإعادة. الفرق الاجتهاد. شيخ أنا عارف وين القبلة بس أنا يعني نسيت وصليت بسرعة، يعني خوف لا تروح علي الصلاة. تبين إنها باتجاه القبلة ولا مش باتجاه القبلة؟ لا والله قبلة، يعني مش باتجاه القبلة، يعني أنا بعرف وين القبلة بس صليت على مكان ثاني. طلعت مكان ثاني بدون ما تجتهدي، بدك تعيد الصلاة. بدك تعيد الصلاة يعني أعيدها إمتى؟ صلاة العشاء امبارح أعيدها اليوم؟ أي وقت الآن بتعيديها. الله يسعدك يا رب، الله يسعدك وإياكم إن شاء الله. عمار من إربد، السلام عليكم. عمار يا عمار. ألو. السلام عليكم يا عمار. وعليكم السلام شيخ. تفضل يا عمار. إذا سمحت شيخ بدي أسألك سؤال. تفضل. الله يزيد فضلك. أنا هسا وقت الصلاة بصلي على كرسي. نعم. بصير من أول ركعة للرابع ركعة إني أصلين على كرسي ولا أول ركعة لازم أكون واقف؟ إذا كانت فريضة. نعم. صلاة الفريضة وتستطيع الوقوف فعليك أن تبدأها واقفا، لأنه نعم. الوقوف مع القدرة عليه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونه. نعم. عرفت علي؟ أما النوافل فيجوز. طيب شكرا شيخ. حياكم الله يا سيدي، حياكم الله. موضوع النذر دائما الإنسان لا يحاول يدخل في موضوع النذر. النذر يكره أن تبدأه، يعني أنت تلزم نفسك في شيء أنت غير ملزم فيه. فبالأصل وخاصة نذر اللجاج، نذر اللجاج العلماء يقولون الذي يقال مع الغضب والتكرار، بيجي في لحظة غضب، والله أنا إذا سويت الشيء الفلاني علي ذبح كذا، وكل ما سواه بده يذبح، نذر اللجاج. ف هذه كلها إلزام للنفس بشيء لم تكن ملزمة فيه. فحاول الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بدون أن يدخل في موضوع النذر. محمد علي من الطفيلة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. حياكم الله. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، مثلا إذا ظليتك مثلا الناس مريض ظلوا يتزكى ويقرأ القرآن يتزكى كل أسبوع وهذا، يا الله بيشفيه يعني بإذن الله تعالى؟ يقرأ القرآن ويذهب للطبيب، يعني يأخذ علاجه يا محمد ويقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل. نعم، فإن شاء الله ربنا بيشافيه وبعافيه، لأن القرآن شفاء. السؤال الثاني، ايش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، مثلا اذا في برنامج مثلا انا رنيت عليه وربحت بكون مصاري حلال؟
بياخذوا منك بدل اتصالات؟ لا 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 ما هم بياخذوا بدل اتصالات، يعني هاي مكلفة صح بتكون؟ اه صح آه. اذا بياخذوا وبيجمعوا هذا من الاتصالات هذا حرام. مثلا اذا انا ربحت نعم بكون مصاريهم حلال ولا حرام؟ يعني اذا ربحت وصاروا مربحينك بتاخذهن وتتصدق بمثلهن. اما بالاصل الاتصال مع هيك برامج لانه هذه كلها بياخذوها من المتصلين، شايف؟ يعني بياخذوا منك شوي ومن يعني شوي مش منهم. بجمعوهن كلياتن وبيشتروا فيهن هاي الهدايا ففيها حرام. شكرا يا شيخ. حياك الله يا محمد. محمد الو الو معك بأي صف انت يا محمد؟ انا صف الرابع. الرابع، شو الجائزة اللي ربحوك اياها؟ انا بسأل سؤال، مش يعني انه مربحوني يعني، لاني انا كنت درن عليهم ابي اشوفهم حرام ولا حلال. يعني انت ما ربحت عندهم اشي؟ لا لا بس انا بتصل اشوف مصاريهم حلالي ولا حرام. انت وين ساكن يا محمد؟ انا بالطفيلة. بنفس المدينة ولا بالقرى؟ لا 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 في القرى طفيلة. وين بأي قرية؟ في بصيرة. بصيرة؟ وانت بتبصيرة بتشوف الكولا؟ اقبالك الكولا؟ اه ايوه. قديش رقم تلفونك يا محمد؟ كيف تلفونك؟ عندك تليفون؟ اه بس ما عليه خط. كيف ما عليه خط؟ يعني ما في خط. ما فهمت ما عليه خط يعني؟ يعني ما في خط. اه يعني ما لكيش رقم خاص. ايوه. طيب رن بعد البرنامج خلي رقمك عندنا، بلكي انا اعطيتك جائزة من عندي. شكرا شيخ. بدي اعطيك جائزة انا من عندي. شكرا شيخ. شكرا. العفو يا محمد، الله يطول عمرك يكبرك ونجحك. يطول عمرك ان شاء الله يا وربحك ان شاء الله. شباب خذوا رقم محمد اذا قدرتوا. احمد الوهادنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسألك الدعاء صار سماحة الشيخ شفاء الطفل أيهم شريدة يتعالج بالخارج وكل من يتحكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشافي ويعيده لأهله ولوالده ولوالدته مشافا معافا يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه ثوب العافية، اللهم اشفه واشفي جميع المرضى يا رب العالمين، اللهم ألبسه ثوب العافية يا الله. مليون 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 شكر. الله يحفظكم إن شاء الله وفرح قلبكم فيه إن شاء الله، وردوا لوالدته لوالده مشافا معافا يا رب العالمين، ومتعب موفور الصحة. كان معنا سؤال من الأخ محمد، ويعني احنا مبسوطين انه الاطفالنا واولادنا بيسألوا هيك اسئلة حتى ما يقعوا في الحرام. هذه الاتصالات بتتم يعني بكون في حصة للاتصالات وحصة للقناة اللي بتتلقى، فهذه بالغالب يعني زي المقامرة لانهم بياخذوا من الناس اموالهم، يعني ممكن الدقيقة بثمانين قرش او زي هيك او دينار ما بعرف انا، فكل هذه الأموال بيأخذوها بيجنوها وبيحطوا لهم من ضمن هالمبلغ جائزة، فكأنها زي المقامرة يعني الناس تدخل فيها وكل واحد بيدفع وإشي بيخسر وإشي واحد أو اثنين بيربحوا، فهذا حرام. محمد علي من الطفيلة ارجع رن على القناة يا محمد يا حبيبي، ارجع رن على القناة مرة ثانية. أبو مازن من عمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي الشيخ. حياكم الله أبو مازن. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. يا سيدي سؤالي كالتالي، أنا صمت 10 أيام تقريبا وما قدرت أكمل لأنه عندي الكلى وعندي بروستات. أسأل الله لك الشفاء إن شاء الله. الله يدعينا بالشفاء يا سيدي. فبدي اعطي، لو اعطيت لجمعيه مثل جمعيه الفرسان وكذا جائز؟ يا سيدي اي جهه ترى منها ثقه اعطيها، لانها هي تخرج من ذمتك الى ذمتهم. ما هذا هو، انا بدي ادفع الان صارت في ذمتهم، فواجب عليهم ايصالها لمستحقها.
انا بدي ادفع كمان ضعف، انا ما بدي يعني بدي ادفع دفع على اساس انه هم يطعموا فيها مساكين. بطعم مساكين واولاد نعم. اطفال، هذه جمعيه الفرسان. اي جمعيه تراها مناسبه؟ اسمعها. اي جمعيه تراها مناسبه او اناس يعني تثق فيهم اعطيهم هذا وتنطلق من ذمتك الى ذمتهم. ولو لهم مثلا حساب على طريق في طريق البنك احط له بالبنك. بصير بس يعني تاكد ان تدفع يعني في وقتها. ما بقدرش اصل يعني. نعم. وقتها الان ان شاء الله. واسال الله لك الشفاء ان شاء الله. الله يرضى. سؤال ثاني. تفضل يا سيدي. واضع كيس عندي شو اسمه، هل الوضوء من الوقت للوقت جائز ولا كل وقت لازم اتوضا؟ يعني اذا ما انتقض وضوءك انت عندك يعني دائم الحدث؟ عندي كيس. لا بدك تتوضا لكل صلاه فريضه. لكل صلاه. بعد دخول الوقت، بعد دخول طيب. الوقت. طيب شغله ثانيه، بقرا القران وانا على وضوء واحد. على وضوء واحد. قراءة القرآن والنوافل بوضوء واحد. في الليل والنهار. نعم. أما الفريضة. نعم. كل وقت بوقته بعد دخول الوقت تتوضأ. بارك الله فيك ويجزيك كل خير يا شيخ. وإياكم. وأسأل الله لك الشفاء. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. آمين وإياكم إن شاء الله. شكرا. منير من إربد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف حالك أنت؟ حياكم الله. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. والله يا شيخ استفسار، يعني سؤال مش بالبرنامج، أنت بدي أستفسر منك، حابب تقول لي. أنا حلمت حلم شيخ. معي شيخ سامعني؟ سامعك يا سيدي. قبل سنتين يا شيخ حلمت الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حلمت يا شيخ بصحراء، منطقة صحراء فيها حجارة طين. نعم. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شفته، بس شفته وقف، يعني مثل ما اعطيني قفا شفت اتجاه ظهري، يعني ما شفت وجهه. وفي فرق بين تقريبا كان 40 الى 30 متر. وفي حوالي 500 رجل او 40 رجل ما يكون، انا بقول لهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بدي اروح اشوفه، بدي اروح اشوفه، ممكن يقول لي لا ممنوع تروح تشوفه، لا. نعم. وسلامتك يا سيدي. من رأى النبي، نحن لا نفسر أحلام، لكن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رآني في المنام فقد رآني حقيقة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن أنت يعني أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثر أكثر، يعني أنت عم بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مطلوب منك أن تكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلما أكثرت كلما ازددت منه قربا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني منازلا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، وأولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فنكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صل على محمد. بس الشيخ ارتاني من شيادة الحلم مش نشي، يعني دائما بتذكر، دائما بتذكره. ايش بتتذكر؟ بتذكر الحلم يعني القرن. انا بحكي لك الا انت مطلوب منك دائما ان تلهج بالذكر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اكثر اكثر من ذلك. نعم. شكرا. حياكم الله. طبعا الإنسان لما بده يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم بده يكثر من النوافل، لأنه العلاقة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال إيش؟ النوافل. النوافل اللي هي السنن اللي أمر فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر منها حتى يكون رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، ويكثر أيضا من كفالة الأيتام، يعني لما أنت بتكفل يتيم فكفالتك لهذا اليتيم بتخليك رفيق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه. فكل هذا فيه أجر وثواب، وفيه أجر عند الله عز وجل
لهذا الإنسان. كل ما أحب أن يتقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يكثر من الصلاة عليه، لأنه أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة. وأيضا الأخلاق، قال أقربكم مني منازلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. فكلما كان الإنسان حسن الخلق وأخلاقه فاضلة كلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. مشاهدي الأكارم، على أمل اللقاء بكم بمشيئة الله في الحلقة القادمة، استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد.